محمية وادي الريان على مسافة 170 كيلومتراً تقريباً من القاهرة، ويشتهر وادي الريان بشواطئه الصافية وشلالاته العديدة، حيث أعلنت منطقة وادي الريان محمية طبيعية عام 1989 لحماية الموارد البيولوجية والجيولوجية الفريدة بها. وتغطي المحمية مساحة 1759 كيلومتراً مربعاً في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة الفيوم، وتحوي تنوعاً في البيئات لكل منها ملامحه المميزة والحياة البرية الخاصة. بدأت البحيرتان الموجودتان في وادي الريان في التشكل عام 1973 عندما تم غمر المنخفض الصحراوي بوادي الريان بفائض مياه الصرف الزراعي، كما تشكلت أحراش من البوص على شواطئها موفرة بيئة طبيعية وهادئة وخالية من التلوث. ويتضمن وادي الريان مناطق مهمة مثل وادي حيتان، وهو موقع تراث طبيعي عالمي، حيث أعلنت اليونسكو منطقة وادي الريان من مناطق التراث الطبيعي العالمي لاحتوائها على هياكل حيتان عمرها 40 مليون عام. كما يوجد بها عرض مفصل لمساعدة الجميع على فهم قصة الحيتان المتحجرة والحياة البحرية القديمة في قلب الصحراء. وسميت المحمية بوادي الريان لأن اسمها يتكون من مقطعين لا يطابقان الواقع الحقيقي، لأنه منخفض مغلق من جميع الجهات لا يعتبر واديا، ولأن كلمة ريان تعني المشبع بالماء.